وإلى المؤهل بقوى الأمن الداخلي عباس الشقير. صباح الخير. صباح النور. تفضل، شو عنا جديد؟ أول شيء بنبلش بالمدخل الشمالي، عم نشوف حركة سير طبيعية عم تمتد من نهر الكلب وصولا لأنطلياس، فجأة بتتحول لناشطة من أنطلياس وصولا للدورة. أما المدخل الجنوبي عم نشوف حركة سير كثيفة عم تمتد عبر خلدة لأنفاق المطار، خلدة الوزاية، خلدة الشويفات. أما المدخل الشرقي عم نشوف حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفردية وصولا للسيارة. وبالنسبة للطرقات، جميع الطرقات عندنا بلبنان اليوم سالكة. أما بالنسبة لحوادث السير فبلغت 7 حوادث نتج عنها للأسف قتيل و8 جرحى. أما مخالفات الرادار فبلغت 469 مخالفة. هذا كل شيء عندنا للساعة. شكرا لك المؤهل بقوى الأمن الداخلي عباس الشقير من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة.